باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له كل المجد للأبد آمين. أهلا بكم أيها الأحباء في كنيسة القديس أثناسيوس الإلكترونية. موعدنا اليوم بنعمة المسيح هو مع برنامجكم سؤال وجواب. السؤال الأول بيقول: هل الحزن خطية؟ وكيف أقدر أن أنزع الحزن من قلبي؟ ده موضوع جيد، وهنبتدي من كلمات الرسول بولس أن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة بلا ندامة، يعني توبة ما فيش رجوع فيها. أما الحزن الذي بحسب مشيئة العالم فينشئ موت. يبقى احنا عندنا أنواع من الحزن. الكلام اللي قاله الرسول بولس عايز أضيف عليه بقى الحزن اللي هو رد فعل نفسي. وإيه الفرق بقى بين إنه رد فعل نفسي وبين إنه يبقى بينشئ موت؟ رد فعل نفسي يعني حد عزيز عليا مات وأحسست ب يعني وجع الفراق، مش هشوفه تاني مثلا، أو إذا كان شخص يعني أنا بعتمد عليه وله بصمته في حياتي، فأحس برد فعل لغاية كده. هل هذا الحزن خطية أو سلوك غير ناضج أو أي شيء من هذا القبيل؟ الإجابة لا، هذا رد فعل إنساني. ننساش أن الرب نفسه له المجد بكى. الإنجيل قال بكى وما قالش حزنا في هذا المقام. احنا جايين بقى لحزنا لما اتقالت على الرب كانت عبارة عن ايه؟ بكى كإنسان، مشاعر إنسانية، يعني هو كان رايح يقيم لعازر من الموت وهيقومه وبكى. قال طب ما انت هتقومه، ما هو مش بيبكي على مش هشوفك تاني يا لعازر، لا، هو إنسانيا مشاعره، أهي كلمة، مشاعره اتحركت من المشهد إن لعازر حبيبه وصاحبه في القبر ميتا، وإخواته البنات اللي كانوا بيضيفوه وكده، هوت لما كان بيروح عنده قاعدين يبكوا ويعيطوا، والناس مشهد نفسيا مؤلم. ففي بقى اسمها ايه؟ رد فعل نفسي. يبقى ده الطبيعي انك تكون كده، طبعا طبيعي انك تكون كده. واحد يقول لي طب ما تفرض انا ما عنديش هذه الدموع وهذه الاستجابات. يا سيدي انت حر، ولكن يعني انا بقول هذا هو رد الفعل النفسي. طيب احنا لسه بقى بنقول اهو ان في نوعين من الحزن: حزن يحقق مشيئة الله. المفارقة. فالحزن الذي بحسب مشيئة الله يعني يحقق مشيئة الله، ده بينشئ توبة. يعني ايه حزن بحسب يحقق مشيئة الله؟
يعني أحزن على الخطيئة، أحزن على إن أنا تصرفت غلط، أحزن على إنني جرحت إنسان يحبني وأنا كمان بحبه، لكن أديني تصرفت غلط وجرحته. فإذا لما أنا أحزن على إني تصرفت غلط، هذا سيقول إن أتعلم من الدرس وإن ما أعملش الغلط ده تاني. يبقى أتعلم من الدرس وما أعملش غلط ده تاني تساوي أنه يحقق مشيئة الله، لأن إرادة الله قداستكم، وإرادة الله أن نكون كاملين كما أن أبوكم الذي في السماوات هو كامل. فإذا الحزن هو الرسول بولس حصرها في الحزن الذي ينشئ توبة، بس أنا وسعت بقى الفهم اهو بناء على كلامه بحسب مشيئة الله. فإذا مش خطية وتوبة، ولكن موقف خطأ، موقف يعني ما يليقش بأولاد الله، موقف جرح الآخر وما كانش صح، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فإذا هذا النوع من الحزن يحقق مشيئة الله اللي هي قداستنا وكمالنا. الحزن بقى اللي احنا قلنا عليه رد الفعل النفسي، ده تلقائي نفسي، محدش يقدر يقول لي ده انت غلطان. مش غلطان، انا انسان، وبما ان الرب نفسه القدوس في ايام جسده بكى عند قبر لعازر. ولكن بقى في النوع الثالث من الحزن اللي هو ينشئ موتا. ايه بقى الحزن اللي بينشئ موت؟ الحزن اللي هو بحسب مشيئة ابليس، اللي هو بيحقق مشيئة ابليس. ايه بقى الحزن اللي بيحقق مشيئة ابليس؟ حد عزيز عليا مات، ابويا مات، وبعدين لما ابويا مات تألمت نفسي. طبعا انا كنت راجل كبير ساعه ما ابويا مات، فالموضوع ما خدش مني ساعات يعني يوم، لكن لو كنت طفل صغير او كنت شاب صغير طبعا كان الموضوع ياخد اكتر، صح؟ لكن لو الموضوع تحول إلى الحزن العميق، حزين حزن عميق ليه؟ أصل أبويا مات. الله، هو أبوه مات وهو فيه، أبوه هو نفسه مش مات، وأباء كل الناس دي مش ماتت، وإنت نفسك مش جاي عليك يوم تموت. إذن الحزن هنا بيدمرني، بيهدني، بيشل حركة حياتي اهو، ما بيحققش مشيئة الله. اما بيحقق مشيئة مين؟ مشيئة ابليس. خلي بالكم الكلام، المسطرة هي اللي هتقيس بيها. لما تتواجه مع الحزن لازم تسأل نفسك، يعني خليني أقول حاجة تاني. أول مرة امتلكت سيارة كان عندي حاجة زي 31 سنة، واتخبطت، كنت مسافر والطريق كان زحمة، وأنا عملت غلطة ما في السواقة فالعربية اتخبطت. لما العربية اتخبطت زعلت، حزنت،
لغاية كده ده رد فعل نفسي. ولكن لو الحزن ده على العربية اللي اتخبطت بدأ ياخد منحنى سلبي، اهو هيحقق مشيئة إبليس. زي ايه؟ زي يجي اخ مرة بيقول لي العربية مش عارف كل يوم بصلحها عند الميكانيكي وانا زهقت منها وعايز ابيعها. ده احنا يا ابني ما جبناهاش الا يعني بالصبر الطويل. تبيع العربية عشان بتوديك الميكانيك كل يوم؟ او الحزن عمل حركة سلبية، او عمل رد فعل سلبي. بدل ما يتعمل رد فعل ايجابي، ايه رد الفعل الايجابي؟ عربية اتخبط، ابتدي اخطط ازاي اصلحها. نمرة واحد، انا عايز ادبر الفلوس اللي هتصلحها. نمرة اتنين، عايز حد من اصدقائي يدلني على سمكري امين وشاطر يصلحها. نمرة التلاتة، العربية تصلح. تقول لي وماله، ما انت العربية تصلحت بس مش هترجع زي ما كانت الاول. ما ترجع ولا ما ترجع، ايه راحت فين العربية دي؟ ما يستهلكت واترمت العربية دي اصلا، البرومة كانت او اتقطمت ورحنا رحمناها ومش عارف مين اشتراها وحاجة كده، وجبت بعدها 10 عربيات تاني. ما هو الكلام ده شوف فات عليه 40 سنة، ابلاش 10 دي مبالغة، 7 عربيات تاني مثلا. يعني ايه بقى الكلام؟ يعني ما تنفقش في الاشياء اكثر مما تستحق. تتصلح ما تتصلحش ليها حل ملاش حل، في غيره بكره، انقل ما توقفش عند الصغائر، خصوصا لو انت عايش في امان محبه الله، وعندك ثقه ان الرب اله التعويض وان هو بيرعاك، وهذه ليست نهايه العالم. بكره هنجيب عربيه ثانيه وثالثه، وبكره هتيجي فلوس ما كانتش في الحسبان، وهكذا. انا خدت الامثله العمليه قوي، ومثال ثالث بقى عشان نكمل الصوره، عشان نجيب رجل الامهات في الكلام. البنت الصغيره طلعت على ترابيزه السرفره وراحت موقعه الطبق الكبير بتاع السيرفيس بتاع الاكل اللي انت كنت بتجهزيه عشان الضيوف هيجوا تعزميهم. حدثت مصيبه، وبعدين انت بهدلي البنت، تضربيها، توبخيها بصوت بطريقه جارحه الى اخر الكلام، وده يتعقد في نفسك. فرامل كل حاجه تتعوض، لكن البنت والجرح اللي هيحصل لها مش هيتعوض، واصلاحه هياخد وقت كتير. يبقى احنا قلنا مات، والعربية اتخبطت، والبنت كسرت طبق السيرفيس بتاع السفرة، كل حاجة تتعوض. فإذا قبل ما كمل بقى مات، لسه الرسول بولس بيرد عليك وعليا: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. وانا عمال اقول تتعوض، افتكرت ان اللي مات ما يتعوضش. ايوه ما يتعوضش، بس التعويض موجود فيه حاجه تاني: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. لان في رجاء انه اللي مات مات على الرجاء، في رجاء في المسيح. واحد هيقول لي: طب انت بتقول مات على الرجاء. لا، اللي مات ما ماتش على الرجاء، ده ما كانش بيسمع كلام الانجيل
مش مسؤوليتك لو سمحت. يسمع ما يسمعش، مات على الرجاء ماتش على الرجاء، دي مش مسؤوليتك. كل واحد يحمل حمل نفسه. مسؤوليتك انك ما تسمحش للحزن يدخل الى قلبك. ليه بقى؟ لان الحزن اللي ما بيحققش مشيئة الله ده من ابليس، وده بيخرجك بره مشيئة الله، وبيحقق مشيئة ابليس وبيدمرك. فلازم تخرج منه، لازم تبقى انسان حكيم، ولازم تحسب الامور صح، ولازم تثق في محبة الله وتعويض، وهكذا. نروح بقى للحزن اللي المسيح دخل جاله في وقت الصليب. ده الحزن بتاع الخطية اللي وضعت عليه. ما هو بقى الجديد هنا انه حمل احزاننا وعمل ايه؟ وابطلها بقوة القيامة. لو ما انتش فاهم الاجابة دي تبقى انت ما خدتش بالك بالانجيل. فهو مش حمل احزاننا ووقع تحت الحزن وانكسر تحتيه، لا، ده وصل الى غايته، نفسي حزينة حزنا مميتا حتى الموت، وابطل الحزن والموت بالقيامة، وفرح التلاميذ اذ رأوا الرب. انا جاوبت بقى على بيت السؤال ازاي اقدر انزع الحزن. انا اديتك السكة، السكة انك تتنقل من تحت الانفعالات النفسية الزائدة، من تحت الافكار الانسانية المريضة، من تحت مشيئة ابليس، تأثيرات روح ابليس وروح العالم وخداعات العالم والتأثيرات دي كلها، الى مشيئة الله، وإلى صوت كلمة الله في الإنجيل بيقول لك إيه في الموقف ده. بالطريقة دي لما يبقى عندك الإرادة وتروح لكلمة الإنجيل وتصلي بيها، هتلاقي السكة بتتفتح قدامك لكيف تنزع هذا الحزن. بس أنا افتكرت حاجة قبل ما نرجع السؤال التاني. واحد هيقول لي ايه لما قلت كيف تنزع الحزن؟ ما هو اللي حزنك انك مصدق الابليس، لسه مصدق ابليس. يعني انا جيت قلت لك انا حقك عليا وبحبك، وانا اللي حصل غلطه مني، وان الله غفور يا سيدي سامحني انت كمان، فتقول لي انا لسه حزين. ما انت لسه حزين لانك لسه مصدق ابليس اللي عايز يجرحك وبيستغل غلطي عشان يجرحك. فلو انت غفرت، وده السؤال اللي جاي بعد كده هو اللي فكرت، لو انت غفرت هتصدق المحبه، تصدق محبه الله انه يقدر يغير الاخر ويغيرك، وكلنا تحت الضعف محدش كبير، وتسامح وبدأ ينزع الحزن وهكذا. السؤال الثاني بيقول كيف أعرف إني غفرت غفرانا كاملا من قلبي؟ شوفي أنا مش عارف بقى ده مين اللي بيقول. طول ما أنا حاسس بوجع الجرح اللي حصل يبقى انا ما غفرتش، ويبقى ابليس لسه قادر يصل الي. طب ما هعمل ايه؟ ما هو جرحني والجرح وجعني. اللي جرحك ووجعك هو ابليس، وهو اللي عمال ماسك السكينه بتاعت الجرح اللي استخدم فيها اخوك وعمال يغزك بيها. فانت لازم تنتصر. هتعمل ايه؟ هتغفر وترش دم يسوع عليه وتنتهي روح ابليس وتقاوم الفكر، وتغفر وترش دم يسوع عليه وتنتهي ابليس وتقاوم الفكر، وتصلي لاجله وتشفع فيه وتغفر لغايه الاجابه على السؤال جايه، لغايه لما الوجع ده يروح. خلاص راح، يبقى انت غفرت.
لسه ما راحش، انت ما غفرتش وعايز تكمل الغفران زي ما كنت بقول دلوقتي للاخر. بصوا يا جماعه، كل حاجه خبره، واتعب في الاول تستلم النصره. يعني زي ما قلت لك اقعد جاهد 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 لغايه تغفر، المره اللي جايه هتغفر احسن واسرع واقوى، واللي بعدها احسن، وهكذا لغايه ما تبقى يبقى الغفران يعني جزء من حياتك. السؤال اللي بعده بيقول، الرب بيقول: ان سمع احد كلامي ولم يؤمن فانا لا ادينه، لاني لم اتي لادين العالم بل لاخلص العالم. من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الاخير. صاحب السؤال يقول يعني ايه؟ الفقرة الاولى واضحة، المسيح بيقول انا مش جاي يدين، انا جاي اخلص. طيب انت جاي تخلص، وهذا الانسان سمع كلمتك ورفض صوتك، برضه انا ما دينوش عشان انا جاي اخلص مش جاي دين. طيب انت مش هتدينه لانك جاي تخلص، هل معنى هذا ان القضيه خلصت؟ لا، هي ما خلصتش، لانه في دينونه في اليوم الاخير، اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس. كيف؟ بحسب انجيلي بيسوع المسيح، اللي هو ايه؟ اللي هو الكلام الذي تكلمت به. يعني ايه بقى الكلام اللي تكلمت به؟ يعني هو هيدان على اساس ايه؟ على اساس ان الكلام اهو اتقال لك وانت ما قبلتوش، مش هيدان يعني هيمدوه على رجليه عشان ما سمعش الكلام، هيدان يعني مش هياخد الحياه اللي الكلمه كانت هتدان. فالكلمه هتشهد عليه ان الحياه جت لغايه عندك وانت رفضتها، خليك بقى في اللي انت فيه. هي دي الدينونه. الطريقه اللي احنا فاهمين بيها الدينونه هي الطريقه اللي متبرمجه على نظريه الناموس اللي هي العقوبه. فاحنا يدان عندنا لسه متبرمجه على الناموس، ربنا هيعاقبه وهيولع فيه، مفيش كلام من ده، حد ربنا ما بيولعش في حد. الدينونه هي ان الكلمه هتدينه، يعني هيواجه بانك الحياه جات لك من خلال الكلمه اهي وانت ما قبلتهاش، يبقى تبقى في الموت عدل. هي دي الدينونه، ان الدينونه هتكشف الحق اهو والمواجهه اهي. فإذا الذي يدينه في اليوم الأخير هو الكلمة. زي مثلا إيه؟ تجلسون على 12 كرسيا وتدينون أسباط إسرائيل 12. المسيح بيقول لتلاميذه، يعني إيه؟ يعني هم يهود أصلا، هم كمان هم إيمانهم وتبعيتهم المسيح هدين باقي اليهود اللي ما الذين لم يقبلوا، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبل، رفضوه. فاليهود اللي التلاميذ اليهود الذين قبلوا مش هيدينهم يعني هيقعدوا على كرسي المحكمة هاتوا تعالى ما ندينك، لا. احنا الدينونة يعني ايه بقى؟ اتنين تلامذة بيذاكروا في ظروف واحدة ومستوى ذكاء واحد والمدرس هو واحد نجح والتاني سقط. ايه اللي سقطك؟ ما هي نفس الظروف بتاعت اللي نجح كانت عندك وعليه. فيبقى التلميذ اللي نجح وكان في نفس ظروف التلميذ اللي ما نجحش بيدينه، يبقى هو حالته نفسها بتحكم على حاله
التاني اللي قدمت له كل العوامل وما استغلها. الكلمة بتدينه ليه؟ لأن الكلمة دي هي اللي خلصت اللي جنبك ده اهو، وانت اللي رفضتها، يبقى الكلمة والآخر دول بيدينوك، مش بيدينوك بمعنى المحكمة، بيدينوك بمعنى ان المقارنة بين اخفاقك ونجاحهم بتقول ان انت اللي قصرت في حق نفسك. اربعة، انظروا لا تحتقروا احد هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم أن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. يعني العبارة دي بتثير عندي شجون، مش لأن أنا عانيت من النتيجة دي صغيرا، لا، لأن أنا عانيت من الاقتداء بهذا المنهج اللي هو إيه؟ احتقار الصغار. تقول لي طب انت كنت بتحتقر الصغار ليه يا ابونا؟ انت كمان اتربيت على كده، اتربيت البيئة اللي طلعت فيها انه الصغير اسمه العيل العيل ده يشتموه ويضربوه ويزقوه ويزعقوله واصلهم بيربوه حاجات ويهملوه، وقوم يقعد من على الكرسي ومقف عشان خلك يقعد، ويعني كلام كتير كده. فطبعا لما قريت الإنجيل وفهمت الكلام ده زعلت قوي من نفسي ومن البيئة اللي أنا نشأت فيها. بس مش دي، مش حاجة تخصني، دي حاجة تخص المجتمع الشرقي اللي بيحتقر الصغار. عشان كده المسيح كان في المجتمع الشرقي فكان بيعالج هذا العيب الخطير في المجتمعات الشرقية اللي هو احتقار الصغار. فهو بيقول له بتحتقروا الصغار ده احسن منك، بس الأد المسيح طبعا قدوس ما يطلعش من بقه كلمة احسن منك دي، فبيقولها باللغة دي، أن ملائكتهم في السماوات ينظرون كل حين وجه الآب. يعني بالعامية بقى ده هو أحسن منك قدام الرب 100 مرة. اللي أنت بتحتقر ده اللي هو طاهر ونقي وما بيعرفش الشر اللي أنت موجود فيه. أما حكاية ملائكتهم ففعلا ملاك الرب حاول خائفيه وينجيهم، والذي يحفظ الأطفال الصغار هو الرب. ففعلا في ملائكة بتحفظ الأطفال، أيوة في ملائكة، في ملاك حارس للأطفال، نعم، خصوصا بقى لو كانوا جوه بيت في الإيمان. اسمعنا بقى خصوصا، لأنه لما يبقى بيت مش في الإيمان بيطفشه الملائكة. المهم أن في ملائكة فعلا بجد، مش مفيش. و خلونا احكي لكم حكايتي. عربية نقل جاية وطفل، دي قصة حقيقية حكتها واحدة ست ألمانية، وجات عربية، الولد دخل تحت العربية، فالعربية وقفت طبعا، فالولد طلع يجري من تحت العربية. فالست اللي كانت أم بقى، قلب الأم، هي مش أمه يعني بس هي أم، فالست اللي وقفت شوف المشهد، لما لقت الولد طلع سليم من تحت العربية جري كده زي عادة الأطفال، فقالت له شكرا للرب ده ملاكك الحارس نجاك. قال لها دول كانوا 2. السؤال بيقول ليه نفس الإنسان بتميل للخطية أكثر من ميلها لمشيئة الله، وكأن الخطية أقرب وأسهل؟ لأنه الإنسان
مولود من أبوين تحت الخطية، فهو ورث عنهم الطبيعة المريضة بالخطية دي، واتربى على أيديهم اللي هو بيقلدهم، يعني ورث الطبيعة الخاطئة وكمان البيئة بتاعت التربية أكدت على طبيعة الخطية أو الميل للخطية، فعشان كده أكثر ميل للخطية طبعا. ولكن لا، في طريق للنجاة وهو أن تنال من المسيح الطبيعة الجديدة اللي تخليك العكس، بتكره خطية، بترفض خطية، وبتطلب البر والقداسة اللي في المسيح. طيب، هل الناس اللي اتولدت من أبوين أتقياء وحياتهم كويسة، يعني هل ما بيبقاش ميال للخطية بهذا الشكل؟ طبعا لا، ما بيبقاش، على الأقل إن ما كانش بحكم الوراثة، فعلى بحكم التربية والنشأة والبيئة طبعا. ولكن الحل زي ما قلت لك، الحل هو نوال الطبيعة الجديدة. لو ما استلمتش طبيعة جديدة هيبقى صعب عليك إنك تعيش الإنجيل، صعب جدا. بالعكس صحيح، لو استلمت الطبيعة الجديدة هيبقى كل شيء مستطاع لدى المؤمن. السؤال اللي بعد كده يقول: كيف أعرف أن لدي روح سحر بالنجاسة وكيفية الشفاء منه؟ هو السؤال بتاعك ملوش إجابة واحدة. ليه بقى؟ لأنك دخلت حاجتين في بعض، روح سحر وبالنجاسة. اللي يجاوبك على السؤال ده لازم يبقى يعني مرشد روحاني عنده تمييز، هو اللي يقدر يقول لك ده روح سحر بالنجاسة او بغير او سحر ايه او النجاسة كده يعني. طيب، مال انت تعمل ايه؟ انت عليك ان تقاوم اللي انت شايفه. انت شايف ايه؟ شايف الروح النجس، فانت تقاوم الروح النجس. كيف؟ تقفل الباب عليه، اللي هي ايه؟ الباب اللي يجي منه الريح، سد واستريح. مش تقعد بقى تتفرج على فيديوهات وحاجات نجسة وتقول للروح النجس بيحارب مجالها، ما هو انت سايب باب مفتوح اهو. ولما يجي لك ترفضه وتقاومه، قاوموا إبليس فيهرب منكم. يبقى تقفل الأبواب وتقفل المداخل وتقاومه وتصرخ إلى الرب وتطلب أنه ينجيك ويقدسك، هو هينجيك ويقدسك. لكن تقول له: يا رب الحقني، وتروح برجليك للروح النجس وسككه، طيب إبليس هيضحك عليك. أنت لما تقاوم بقى الروح النجس، الروح السحر مش هيلاقي أرضية يقف عليها. فهو كان واقف على أرضية الروح النجس، فلما ينكسر الروح النجس هينكسر معاه روح السحر تلقائيا، حتى نسبيا على الأقل. يعني المشكلة إن سؤالك ما ينفعش يتسأل كده، لا، ده عايز حد عنده تمييز يجاوبه، لكن تعليميا أديني شرحت. آخر سؤال هنجاوب عليه: لماذا لا يأتي تعويض الرب لخائفيه فورا؟ ما هو أسألك أنا سؤال، أنت أكيد طالب في المدرسة أو في الجامعة أي حاجة. السؤال بتاعي هو: لماذا لا تمنحك المدرسة أو الكلية شهادة التخرج
من أول شهر في العام الدراسي؟ أظن الإجابة وصلتك. ما لو المدرسة هتديك شهادة التخرج أو شهادة النجاح بتاعت السنة الدراسية على الأقل من أول شهر في العام الدراسي، أنت لا هتتعلم ولا هتتخرج، ومبقتش مدرسة، بقيت فوضى. هو ده السبب. لازم الرب يعلمك، ولازم أنت تتعلم طرق الله، ولازم تغلب الجرح والظلم وعمل إبليس وتصبر له عشان تاخد التعويض ومكافأة بعدل وعن استحقاق. أشكركم، وباقي الأسئلة هنواصلها الأسبوع الجاي بنعمة المسيح. وأما الآن فلتكن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة الروح القدس مع جميعكم في المسيح يسوع. آمين.